فالإخواني من زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولما جاء الفاروق عمر واستلم مفاتيح بيت المقدس، شو مالنا؟ احنا اصبحنا واصبحت هذه الارض شو مالها بحوزتنا؟ فنقول لو انه المسلمين المتواجدين داخل الارض المقدسه وفي اكنافها وفي الدنيا كلها حافظوا على اوامر الله عز وجل، هل يمكن ان نخسر الارض المقدسه؟ يستحيل، لا يمكن ان نخسر الارض المقدسه. فنقول كون الله عز وجل اعطانا الارض المقدسه فهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى يعلم اننا نصرناه. ولما نخسر الارض المقدسه هذا دليل على ايش؟ على انه احنا تركنا نصره الله عز وجل. فتصبح الارض المقدسه بمثابه معيار بسميه انا باراميتر، مؤشر يدل على مدى صلاحنا في محافظتنا على الارض المقدسه اللي هي امانه الله عز وجل. فطالما الارض المقدسه بين ايدينا فنعلم ان الصلاح شماله موجود. والله سبحانه وتعالى ربط هذا الميراث اللي ورثنا اياه مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من لحظه الاسراء الى هذا المكان، شو ربطوا؟ ربطوا بكلمتين، كلمه اعطاها لبني اسرائيل وكلمه اعطانا اياها احنا امه سيدنا محمد. الكلمه التي اعطاها لبني اسرائيل جاءت على لسان سيدنا موسى. سؤال: وإذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لإيش؟ للمتقين. فبني إسرائيل مطالبة بالتقوى للبقاء، فمقياس بقاء بني إسرائيل في الأرض المقدسة شو هي؟ التقوى. إحنا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شو بيقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإحنا الكلمة اللي ربطنا سبحانه وتعالى فيها في وجودنا شو هي؟ الصلاح. وطالما إنه إحنا على درجة الصلاح بتم الأرض المقدسة شمالها بين أيدينا. هاي هي المعادلة يا إخوان. ونقول هذه المعادلة اللي الله سبحانه وتعالى وضعها بين أيدينا وضعنا فيها، فنسأل أين نحن من ثغرتنا في الأرض المقدسة؟ أين نحن من ثغرتنا؟ أول شيء نعلم كون الأرض المقدسة ليست من ضمن ما يسيطر عليه المسلمين. شو بنعرف؟ بنعرف أنه الصلاح شو ماله؟ مفقود. الله يجزيكم، الصلاح مفقود. إنما السؤال إخواني، هل فقدناه يعني حبا في فقده، ولا فقدناه نتيجة مكر مين؟ مكر بني إسرائيل. يعني أعود وأقول بني إسرائيل، إنه بداية الخطاب في الآية القرآنية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. فالله سبحانه وتعالى ابتدأ لنا الآية بمين؟ بني إسرائيل. هنا إخواني شو بتذكر؟ بتذكر كمان مرة القصة اللي الله سبحانه وتعالى جعل لي إياها قبل ما يتكلم عن بني إسرائيل. قصة مين؟ دخول آدم إلى الجنة. نسأل هل آدم صالح ولا مش صالح؟ طبعا آدم صالح، إلا إنه مكر الشيطان على آدم وحواء شو أدى؟ أدى لخروج آدم من فين؟ من الجنة. فخروجنا من الأرض المقدسة لا يعني عدم صلاحنا، لا يعني عدم صلاح، ولكن يعني أن مكر هؤلاء لإخراجنا من الأرض المقدسة شماله عظيم. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المكر، شو سبحانه وتعالى: ولقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فما بالك إذا الجبال ستزول من مكر هؤلاء؟ ألن يستطيع هؤلاء أن يخرجونا بمكرهم من الصلاح حتى يخرجنا سبحانه وتعالى بحسب الشرط تبعه من الأرض المقدسة؟ بلى. فمكر هؤلاء المكر الطويل، ونعلم إخواني أن هذا المكر طويل جدا، لربما يعود إلى يعني لحظة دخول أو لحظة ميلاد سيدنا عيسى
عليه الصلاة والسلام يعني مجرد أن ما ولد سيدنا عيسى شو ابتدأ؟ ابتدأ مكر هؤلاء أولا على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم على النصارى الذين نصروا سيدنا عيسى وأورثوا هذه الأرض، بدأ المكر عليهم واستمر هذا المكر. ونعلم إخواني من درجات المكر التي كانت مع بني إسرائيل أن بني إسرائيل شكلت جمعية سرية للمكر وملاحقة النصارى الذين كانوا في الأرض المقدسة، سميت بالقوة الخفية. وهذه القوة الخفية تحولت قليلا قليلا إلى فرسان مالطة، ثم إلى فرسان الهيكل، ثم إلى البناؤون، ثم إلى المتنورين، ثم إلى البناؤون الجدد، وهكذا. ولا زالوا لغاية اليوم، فإن المكر شماله قديم ومستمر. ونتذكر إخواني إنه من مكر هؤلاء أن هؤلاء حاولوا مع الدولة العثمانية، الخلافة العثمانية، أن يغريوهم بالمال، حتى إنهم شو سووا؟ يقوموا بالتغاضي عن أمر الله، إن هذه الأرض لمين؟ لله. وحاولوا أن يشتروا الأرض من مين؟ من الخلافة. ولكن الخليفة العثماني في ذلك الوقت رفض. ونتذكر إنه بعد هذا الرفض بدأت سلسلة طويلة من العمليات المعقدة، وكان هناك إشي اسمه وعد بلفور، وكان هناك إشي اسمه الحرب العالمية الأولى والثانية، وكان هناك إشي اسمه حدود سايكس وبيكوم. ووصلنا إلى عام 48 حتى تمكن هؤلاء أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة. دخول هؤلاء إلى الأرض المقدسة شو بيعني؟ بيعني إنه إحنا خرجنا عن الصلاة، يعني استطاع هؤلاء أن يضع علينا أمراء، زعماء، مسؤولين، حراش مالهم، فاسدين. لا يعني إنه الناس، عامة الناس فاسدة، ولكن من يحكمها شو صاروا؟ فاسدين. فهذا الحاكم الفاسد الظاهر بفساده شو أدى؟ أدى إلى خسارة الأرض المقدسة. ولا زال الخير في أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيبقى، وستكون أمة سيدنا محمد جمعاء في آخر الزمان من جند الله مع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ومع الرجل الصالح في آخر الزمان، وسينتصر الإسلام بلا شك. وهذا وعد من الله عز وجل، ووعد الله حق.